الخوت الخواتات، مرحبا بكم دائما. وحاليا راني متواجد قرب قصبة السعيدية، وراني نصور لكم هذا المشهد من بلد الجزائر الشقيق. نحاول ما أمكن باش نزومي الصورة باش يبان لكم المشهد مزيان، وإن شاء الله غادي نكمل الطريق واحد الشوية. إن شاء الله تشوفوني في بيل الجراف، وغادي نحاول ما أمكن باش نصور لكم تما بعض المشاهد الرائعة، وخليكم معايا حتى الآخر الفيديو. الحدود الجزائرية المغربية، الخواتات. حاليا متواجد في الدخلة ديال السعيدية قريب البيل الجراف، هذاك الجبل الهيها ديال الجزائر. هذه هي بيل الجراف، الحدود الجزائرية المغربية، طريق السعيدية. خوت الخواتات، كما شفتوا حاليا متواجد في بيل الجراف، دخلة ديال السعيدية، بلاصة ديال الحدود الجزائرية المغربية. راني طلعت الفوق لذاك الكهف، راني نصور من الفوق حيت هكا يبان كلش. ومن هذا المنبر نوجه ألف تحية وسلام للشعب الجزائر الشقيق ولشبابنا كاملين اللي مقيمين في بلد الجزائر من زمان. هما كما راكم تشوفوا
ناس الجزائر في الطريق اللي على جنب الواد، وكذلك المغاربة ديالنا، كذلك الطريق السعودية يجوا هنا يتصوروا، كاين اللي يجي هنا يتلاقى مع أحبابه اللي من بلاد الجزائر يسلم عليه غير من البعيد، كيتسالمو غير من البعد. نتمنى الحدود الجزائرية تفتح باش جميع المغاربة يدخلوا الجزائر يشوفوا أحبابهم، وكذلك جميع الجزائريين يدخلوا عاوتاني للبلاد المغرب باش يزوروا أحبابهم، حيت هما عندهم هنا الأقرباء، كذلك حنا المغاربة عندنا الأقرباء تما. منطقة بالجراف الواقعة في واد كيس أقصى الشمال الغربي للجزائر، ما زالت تشكل نقطة التقاء بين الجزائريين والمغاربة الذين تجمعهم قرابة وصداقة رغم وجود أسلاك شائكة. تبعد منطقة بالجراف الحدودية ب 700 كيلومتر عن الجزائر العاصمة، وهي المدخل الغربي الرئيسي لمدينة مرسى بن مهيدي الساحلية قرب مدينة السعيدية شرق المغرب. بن الجراف عبارة عن جبلين متقاربين، أحدهما يقع على التراب الجزائري والثاني على الأراضي المغربية. يشق منطقة بالجراف وادي كيس الذي يعتبر الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب، ويمتد من شاطئ مرسى بن مهيدي شمالا إلى أقصى تراب منطقة بوكانون الحدودية. منذ إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب عام 1994، حول مواطنون جزائريون ومغاربة منطقة بالجراف كأقرب موقع بين البلدين إلى مكان للتحايا بين العائلات والأقارب والأصدقاء القاطنين في البلدين، حيث يتم الاتفاق هاتفيا على اللقاء بعد تحديد موعد دقيق لذلك. ورغم بعد المسافة بين مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية التي تضم منطقة بالجراف وعاصمة الولاية تلمسان بنحو 114 كيلومتر، فإن العائلات تأتي من كافة مناطق الغرب الجزائري وباقي الولايات الأخرى لرؤية أقاربها القاطنين في المدن المغربية خاصة في فصل الصيف.
أختي خواتاتي حاليا متواجد في الحدود الجزائرية المغربية بين الجراف في طريق السعيدية، وكما راكم تشوفوا هذه هي الأجواء ديال اليوم، يوم الخميس جيت في الصباح. إيوا درت بكم هذه الجولة، نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. ومن هذا المنبر تحياتي وسلامي وكل احترامي لجميع المتتبعين من بلد المغرب، من داخل الوطن وخارج الوطن، ومن كل الدول العربية الشقيقة، ومن جميع أنحاء العالم. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. هنايا غادي نختم الفيديو ونقول لكم السلام عليكم في فيديو قادم إن شاء الله. راني الفوق في الجبل، غادي نهود لتحت، نهود لتحت باش نمشي للسعوديه، واحد الصديق راه يستناني تما باش نكملوا النهار تما كامل، نتغداو على الشط البحر ان شاء الله. هاد الحدود الجزائريه المغربيه كما راكم تشوفوا